من التنمية المحلية إلى السياحة، حيث كشف أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أن نسبة الإلغاءات بالفنادق والمنشآت السياحية ضئيلة جدا، مشيرا إلى أن الحركة السياحية في مصر تعمل بشكل منتظم ولا توجد أي قيود أو حظر على سفر السائحين إلى مصر وزيارتهم داخل الأماكن السياحية والشاطئية والأثرية. وأوضح الوصيف أن الاتحاد وغرفه المختلفة على تواصل دائم ومستمر مع جميع المنشآت السياحية من فنادق وشركات لمتابعة الحركة السياحية إلى مصر، مؤكدين على انتظامها وسيرها بشكل طبيعي، وأن وزارة السياحة والآثار تقوم بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والطيران المدني وغرف المنشآت الفندقية والسياحية لاتخاذ وتفعيل كافة الإجراءات الوقائية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة.